الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم وتواجدتم، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أحييكم في هذا الصباح الجميل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان من ميدان الطائف الذي يضم هذه الفعالية وهذا المحفل الكبير، مهرجان سمو سيدي ولي العهد للهجن يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه، خاصة في هذا تمهيدي مهرجان ولي العهد بانطلاقات وتحديات لنصل بكم إلى هذا اليوم، إلى يوم انطلاقات سن الثنايا بانطلاقة ثالث أشواط الإبكار من مسافة 5 كيلومترات لتنطلق هذه الأسماء، لتنطلق هذه الشعارات حاملة تطلعات الكبار وآمالهم بهذا النوماس الغالي على قلوب الجميع. 30 اسما مشاركا، كل هذه الأسماء تبحث عن ذلك النقطة الثمينة، عن ذلك النوماس والانتصار. مقدمة الشوط والمركز الأول، هنالك أبناء الإمارات يتقدمون ويقدمون موال على الصدارة والمركز الأول، ليقدم موال حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، يقدم لنا موال أبناء الإمارات الأشقاء من يسيطرون على مجريات الأمور النقلة والدور إلى المركز الثاني لأتابع القادمة في هذه اللحظات. وصلت العلا، سفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف يقدم لنا العلا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات، وصل شعار بن عفصان يقدم الشامخة، تتقدم بشموخها بكبريائها بانطلاقها هادف بن حمد بن محمد بن عفصان المنصوري، بينما المركز الرابع الواصلة في هذه اللحظات وصلت تراحيب خليفة بن سلطان بن خليفة برش رشيد السويدي يقدم لنا تراحيب، بينما المركز الخامس وصلت هنالك الحضور في هذه اللحظات من تصل على المركز الخامس في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء، حضر شعار مفلح بن محمد بن سالم الهاجري يقدم لنا غزيزه على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة والباحثة عن ذلك الفوز وعن ذلك الانتصار، وما خلف الخمس أسماء وشعارات لها صولاتها ولها جولاتها في مختلف الميادين قادمة من أجل هذا الفوز. العودة هناك إلى وين؟ إلى بن غدير وانطلاقات الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، يقدم لنا انطلاق موال على الصدارة والمركز الأول، وهذا الشعار الكبير وهذا الشعار العريق، هذا الشعار التاريخي الذي ينطلق الآن على الصدارة ليقود هذا الركب بانطلاق موال وحضورها على الصدارة. موال وانطلاقاتها، موال والواثق من ينطلق بثقة الكبار بانطلاقه على الصدارة والمركز الأول بن غدير، وشعار
شعار بن غدير أبناء مرغم ينطلقون الآن على الصدارة والمركز الأول. ولكن يا بن غدير هنالك الأسماء بدأت بالاقتراب، حضرت هنالك الصايلة سالم بن حمد بن سالم، يتقدمون أبناء قطر على المركز الثاني. بن زوما قادم على المركز الثالث، يقدم لنا نجد وصل بندر بن محمد بن زومان المرسان الهاجري، هذه خطيرة يا اخواني. وصل بن زومان مع نجد القادمة في هذه اللحظات، ولكن وين الواثق، وين بن غدير، وين موال بن غدير من بدأت بالانطلاق لا زالت متمسكة بزمام الأمور، ولكن نجد بدأت تقلص الفارق، بدأت تشكل الخطورة على المركز الثاني. 1200 يا كبار يا نجوم يا عمالقة، ولكن بن زومان بدأ بالوصول. ثلاثية خطيرة، ثلاثية كبيرة ما بين بن زومان، ما بين بن غدير، وما بين بن سالم، سالم بن حمد بن سالم بن نقادان. يقدم لنا الصايلة والكيلومتر الأخير، نجد يا بن زومان يتقدم بذكريات أفراح، لينطلق الآن ليزف الأفراح بانطلاق نجد. ما شاء الله وتبارك الرحمن، بن زومان وشعاره الغني عن التعريف، وانطلاق بندر يا بن محمد يا بن زومان يا الهاجري. نجد وتاريخها المشرف، روحت أبناء المملكة، روحت كأنها جفول مستديرة، كأنها ظبي راعي البندق خطاها، روحت كان تحتها مثل السعيرة، ما بعد لحقت من السبق مداها. انطلقت نجد مع آخر أمتار يا بن زومان، يا بن زومان إذا غامرت في شرف مرومي لا تقنع أبدا بما دون النجوم والعصاب الأبطان. انطلق الهاجري، إلى وين السلام، إلى وين الانتصار، هناك إلى النعيرية وأبناء النعيرية، وكذلك جوف بني هاجر، أبناء المملكة والعصاب الأبطان والعصاقوس. نجد مكررة إنجازها تلو الإنجاز الآخر، نوماس تلو نوماس يا بن زومان، هذا الفنان يا أخوان. المركز الثاني وصلت الصايلة سالم بن حمد بن سالم بن نقادان. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث إعلان محمد بن حماد العامري. المركز الرابع وصلت على المركز الرابع هنالك الشامخة هادف بن حمد بن عفصان المنصوري. المركز الخامس وصلت على المركز الخامس هناك شعار سلاطين عبد الرحمن بن ناصر بن علي الغيثاني المري. تهانينا والنماس وألف مبروك لمالكي هذه البطلة وهذه النجمة، مكررة إنجازها تلو الإنجاز الآخر. نجد البطولات، نجد الإنجازات، مشكور يا بن زومان على هذا الفوز والانتصار بدون أي أوامر تذكر. والعصاب الأبطان يا بن زومان، بندر بن محمد بن زومان آل مرسان الهاجري بطلا لهذا الشوط. توقيت نجد 8 دقائق ثانية واحدة 55 جزءا من الثانية، بينما المركز الثاني حضرت الصايلة سالم بن حمد بن سالم بن نقادان، توقيتها 8 دقائق ثانيتين 90 جزءا من الثانية. ثالثا حضرت إعلان محمد بن حماد أبو خرايط العامري 8 دقائق 4 ثواني 7 أجزاء من الثانية. رابعا شامخة هادف بن حمد بن عفصان المنصوري، وخامسا حضرت سلاطين عبد الرحمن بن ناصر الغيثاني المري. تهانينا والنوماس وألف مبروك لمالكي هذه البطلة. دائما نجد
دائما تحضر في المحافل الكبرى بشعار بندر بن محمد بن زومان آل مرسان الهاجري، الغير مستغرب على نرد بالفعل وعلى بن زومان، مشكور يا بن زومان على هذا الأداء الكبير والعصا بالإبطان، ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الأداء الكبير، ليزف التهاني والنوماس والانتصار إلى أبناء المملكة وخاصة هناك إلى النعيرية إلى ميدان الملك فهد. مشكور يا راعي نجد ويا راعي أفراح بذكريات أفراح وذكريات الأسماء الكبيرة، قدم لنا نجد بهذا الأداء الكبير والمتميز بشعار بن زومان، تهانينا والنماس له على هذا الفوز والانتصار. أشواطنا مستمرة، أشواطنا متتالية، شوط ياله الآخر وشوط القادم بصوت الزميل المتألق والمبدع بسام بن مطلق العطوي واصفا ومعلقا على شوطنا القادم. نمشيبه ونعيد اصايلنا لراضيها، حنا هل الركب ومعازيبه رسومنا تعرف بساميها.